منك وصل وشلون يوصل الورد؟ الورد لي منك وصل وشلون يوصلني وردك وانت مني بعيد. يا سلام الناس حولي وما بيشكون ولا انت قربك والله النعيد. يا سلام سلام يا فتنة انا مفتون. سلام يا باشا جميع الغيد ما فيه فرحة وسط هذا الكون الا ما فيها مثلك وسط هذا الكون الا القمر الا القمر يا قمر ولا ليالي العيد. يا سلام يا سلام اي والله وش خليت يا ولد هذه مشاركتك هذه مشاركتك خلاص اللي ودك هذا حقت الوردة. طيب والله زينه على خشمي اسم. تبون غزل ولا تبون نطق؟ جاب يا رجال. طيب ابشر قلوب لا في شيء لا يغرك الشيبان ما بخلاف الغزل لا جانا الدور الثاني ابلح يا رجال هذا يطول العمر والسلامه واحد من اخواني محمد اخوي ايه عسى الله يشفيه ويقومه بالسلامه الله يشفيه شفاء لا غدر سقم اللهم امين. الولد كان طيب ولا فيه الا العافيه طيب وصل عمره على 6 شهور وسبع شهور وطاح ومن 6 شهور لعمره ذا الحين 8 سنين وهو طيح فراش الله المستعان حاولنا بشتى الطرق من عمره كم؟ 7 سنين وكم عمره الحين؟ كان عمره الحين 7 سنين وهو تعب عمره 6 شهور تعب من 6 شهور؟ إلى الحين عمره 7 سنين وهو تعبان طريح فراش يوم عمره 6 شهور وهو طفل يوم عمره 6 شهور وين أنتم؟ الحين في القادسية جيب جيب طيب خلاص بعد بتيسر الأمور بإذن الله أسلم الله يشفي أسأل الله أن يشفي اللهم أمين وتخبرون على بداية كم عمره إلى الحين؟ عمره 7 سنين طال عمرك هو تعبان طريح عمره 6 شهور إي نعم بيّن اي تعبان من يوم عمره 6 شهور قبلها ما في شيء اي والان لا ما في شيء وشلون طيحته؟ ما طفل يصيح يصيح طاح من كرسي لا 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 طيحه ولا شيء يصيح يصيح اختلف علينا الولد وديناه المستشفى ومنها تبينت لا في مس التحاليل سليمه بنتواصل ها بنتواصل بعطيك الامور كلها إيه فلا طيب لا بالله طيب تفضل المهم يا طويل العمر والسلامه مع بدايه السنه تخبرون العرب اللي ينزلون ابيات عن بدايه السنه ومن ذا الكلام ايه نعم قلت والله نودي من الضيم يلحقني نصيب والله نودي والله نودي من الضيم يلحقني نصيب لاجل احاول افهم بكاك واقدر انفعك يا سلام يا بعد كل الخلايق ويا اقرب قريب ويا بعد قلبني يحبك وهو دايم معك امنياتي باول العام بس انك تطيب واقدر ابوسك واضمك واسمعك يا سلام سلامتكم صح تبدانكم المرشد السياحي جميل معناها جميل وش عندك انت وش اي والله ايش اللي عندكم بالضبط اذا كان في شيء حدنا هنا قدام الناس نشوف الموضوع اي ترى احنا سكتنا عنكم ترى والله سكتنا عنكم وطولتوا على المجلس انت ايش في عندكم وش تبون بس ايش تبون ها تبون سفرات ايش اللي مسوي في سعيد المنكر عطنا عندك عطنا مطب ولا شيء سعيد ايش في لغز لغز بين اعطه يا اخي اهجب قصيده الان على الهواء خالد فهاد العليان يسلم عليك الله يسلمه من كل شر المهم اهجب قصيده الان رد لها الصاع صاعين رد لسعيد الصاع صاعين اهجب قصيده يلا لا ابو ابو فواز ما نقول شيء هذا اخوينا لا وكيف معي وكيف اتكلم فيه طيب ماذا ترشد المحاوره يجون على سياره ويتقاشطوا هذا المحاوره بينهم بين هذا هذاك كذا هذا الرجال عزمني في الويكند الرجال عزمني في الويكند ها ايه؟ وزكن علي من قبل اسبوع قال تراني قد حجزت المطعم حلو حجزت المطعم ايوه قلت انا الامور منتهيه حلو يا سلام وادخل واطلب 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 احسب ان الامور عنده اي يوم جيناك سارين الرجال اختفى 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 عقب ما شبعنا عقب ما تعشى معكم عقب ما تعشينا ادرك تبغى ترد ادرك تبغى ترد من ابو حاتم علمتنا لا بالله زين اي والله ناخذ حذرنا منه اي من بعدها والامور ما هي بطيب تنبين لا 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 عرفنا جزاك الله خير تدري يعني في موقف ابو حاتم يقول نطلع ابو حاتم يقول نطلع والحمد لله انك نورتنا انا احترت يوم يقول خلونا حول المطاعم شاهد شاهد من اهلي فكنا الله على العموم يا سعود نعود لك بسيده تقول هنا طيب